بطه صفراء. الله يبارك فيك. ميرسي. كنت عايز اعرف منك ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ والله ما فيش صعوبات، هو كان الفيلم لطيف وكانت ايامه لطيفه يعني، بالعكس ما كانتش صعوبات، هي بس الصعوبه انك تعملي فيلم الناس تحبه ويبقى فيلم كوميدي والناس ترتاح وهي بتتفرج عليه، دي اللي بيبقى صعب يعني. طيب قول لي الرساله اللي بيوجهها الفيلم للجمهور. هو الرساله ان انت تبقي ما يبقاش عندك احكام مسبقه، يعني يبقى انت عندك نظريات في دماغك وتيجي على ارض الواقع تلاقيها نفسها بعيده عن ارض الواقع، ارض الواقع مختلفه. وان يبقى حواليكي اهلك واصحابك والناس اللي بتحبيهم، ده اهم من اي حاجه، اهم من فلوس، ودي حقيقه يعني مش كلام انشا يعني. ممكن تبقى معاك فلوس كتير جدا قاعده لوحدك، استفدتي ايه؟ ولا حاجة، حتى مش عارف تخرجي، تقولي تروحي فين؟ تخرجي لوحدك برضو. طب في حد اختاركوا مثلا و يعني اعتذر عن الفيلم او حاجة؟ في الفيلم ده لا. مش لا 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 كلهم، ما هو الكاست كان من أول يوم كاست واحد يعني، ما حصلش تغيير يعني. تمام. طيب في مسلسلات قريب ولا في مسلسل اليومين دول بشتغل في مسلسل 10 حلقات. وربنا يسهل يعني. مسلسل ايه؟ منصات ولا على القنوات المتحده، على دي ام سي، و10 حلقات وان شاء الله خير يعني. طب ليه اسمه ولا لسه بيختاروا الاسم؟ مين ابطاله؟ استاذ إلهام شاهين، استاذ احمد فهمي، استاذه ندى موسى. مسلسل اجتماعي لطيف جدا جدا. هينزل قريب؟ السيزون ده، الاوف سيزون ده. تمام. ميرسي جدا. ميرسي يا حبيبتي، شرفت.